المتقاعد المتقاعد والله تعبت حتى من الحكي. اليوم المحكمة الاتحادية نظرت بأحقية الجلسة هل كانت دستورية أو لا، كانت الجلسة دستورية ومبروك طبعا للسادة. بالنسبة لرئاسة البرلمان، حاب اليوم أني أطرح موضوع، وهذا الموضوع احنا طرحناه أكثر من مرة ولكل الجهات، وخصوصا المرحلة اللي مضت طبعا مجلس النواب الماضي طرحناه لأكثر من لجنة نيابية كانت في استضافة برنامجنا نقطة نظام. بالنسبة لهيئة التقاعد الوطنية، أنا اليوم راح أذكر يعني كثير من الرسائل والمناشدات والمظالم التي تردني من خلال الصفحة ومن خلال برنامجنا على شريحة المتقاعدين. اليوم يعني المحكمة الاتحادية نظرت بدستورية الجلسة، ونتمنى يعني أن تعقد الجلسات المقبلة وأن تشكل الحكومة. نتمنى من مجلس النواب القادم أن يكون مجلس بحق، مجلس الشعب مو مجلس مصالح، يعني عذرا لجميع السادة النواب في جميع الجلسات وليس انتقاص منهم، لكن احنا يعني المشكلة المجاملات السياسية اخذت مناحي او منحى كثير بان القت بظلالها على واقع المواطن العراقي، وبالتالي مظالم كثيرة وقعت على كثير من الشرائح لمجتمعنا العراقي منها شريحة المتقاعدين. يعني قانون التقاعد يرحل من جلسة من يعني دورة إلى دورة أخرى، بالتالي ما ينظرون بحق هذا الـ يعني هذه الشريحة المسكينة التي يعني أعطت للعراق والتي خدمت العراق والكثير من الأمور. يعني الآن اليوم وردتني رسائل كثيرة، هم راح يتأخر الراتب التقاعدي مثل ذاك الشهر، وإحنا كل شهر لازم إحنا الناشد المالية والناشد هيئة التقاعد بالنسبة للراتب، وهذا الاستحقاق طبعا، هذا الاستحقاق المكتسب لهم، يعني ما من نية أحد عليهم، أي أحد ماكو من نية، كانت هي توقيفات ويدفعوها وبالتالي أخذوها كراتب بعد ما قاعدوا من الوظيفة. يعني أنا أطالب إن شاء الله على مجلس النواب الجديد وهيئة الرئاسة الجديدة اللي نتأمل إن شاء الله أن تكون جادة في تفعيل كثير من القوانين اللي تهم واقع والمواطن العراقي جميع شرائحها، أن تعيد هيكلة التقاعد العامة. كثير من الشكاوى ترد، سواء التقاعد العسكري، التقاعد المدني، يعني إحنا جانب المحسوبية والمنسوبية، يروح المتقاعد يريد يكمل المعاملة التقاعدية، يعني ما شاء الله اللي موجودين بباب التقاعد، هذا اللي يقول له مليون وهذا اللي يقول له 500 حتى أكمل لك المعاملة. طيب هو مين، إيش قد راتبه؟ أم أرجع وأقول هو راتبه 500,000، إيش قد يريد يطلع من عنده؟ فبالتالي يعني هيكلة هيئة التقاعد الوطنية، الإجازات الإجازات المتراكمة إحنا من ذيك السنة نحكي لحد هاي السنة، وتتوزع بالقطارة، تتوزع بالقطارة، وهو استحقاقهم، هم ماكو بالنية من أحد، أرجع وأقول وأحكي مرات أنا بحرقة، ماكو من نية أحد عليهم، هو استحقاقهم، كفلة لهم الدستور، كفلة لهم القوانين اللي تم وضعها. فبالتالي يعني نطالب إحنا هيئة الرئاسة البرلمان الجديدة والحكومة الجديدة هيكلة التقاعد الوطنية، هيكلتها يعني وضع أناس تهمهم مصلحة هذه الشريحة، يعني يوضع قوانين تكون جادة بمحاسبة جميع الفاسدين في هذه الهيئة. يعني هو متقاعد، يعني هو متقاعد ويعني وخلص، يعني خلصت سنين عمره الجميلة، وصل المرحلة يعني يريد دواء، يريد سفر، يريد عمره، يريد أولاده يطيهم، يعني كل يومية ناجديننا ناجديننا. طيب هو شنو عملهم؟ يعني احنا ما عندنا شغل وعمل، صار يا وزارة الدفاع يا هيئة التقاعد الوطني، هاي كل يومية أنا، يعني يا وزارة الدفاع شوفي شغلك، يا هيئة التقاعد الوطنية، ومن تحكي زعلون ويروحون يشتكون حتى علي أنا أحكيها اليوم. وبالتالي احنا دريد نقول يعني نتمنى من هيئة رئاسة البرلمان الجديدة بأن تكون هنالك هيكلة لهذه الهيئة، وضع أناس تهمهم مصلحة هذه الشريحة، أن تضع هنالك قوانين صارمة، أن تعاد قوانين لهذه الشريحة، أن تفعل قوانين لهذه الشريحة، قوانين يعني في يعني نايمة بالأدراج، وملفات كثيرة لا تفعل،
يعني هنالك 17 و15 سنة و16 سنة ما ماخذ التقاعد العسكري، والمدني يريد المكافأة ما موجودة، والعسكري نفس الحالة. طيب ليش احنا نجد معقبين المعاملات؟ تعطيه 500 تعطيه مليون يطلع لك اياها، شو عنده كاسبار او عنده العصا السحرية؟ غير هنالك اناس داخل الهيئة هم دا يساعدوه، لو هو من وحده دا يتصرف دا يختم ودا يوقع هذا المعقب. فبالتالي يعني اني اليوم اني حكيت واتمنى من رئاسة البرلمان الجديد ان تاخذ هذا الطلب يعني بعين الحق لهذه الشريحة. هم يوم من الايام راح يطلعون تقاعد زين، ولو هم تقاعدهم يعني محسوم، لكن احنا نقول يعني كلنا احنا نطلع تقاعد. فبالتالي نتأمل هيكلة هذه الهيئة وإعادة النظر بجميع الموجودين.